أبناء مدينة سبا بكافة مكوناتها وأطيافها حضرنا اليوم من أجل مطالبة بإسقاط وإنهاء تواجد ما يسمى بالمجلس البلدي سبا. فالمجلس البلدي منذ توليه زمام الأمور لم يقدم أي شيء يذكر على الإطلاق، وفشله الذريع في إدارة الأزمات التي تمر بها المدينة، بل انشغل بصراعاته الداخلية بين أعضائه تارك المواطن والمدينة تعاني. قد أصبح المواطن داخل مدينة سبها يعاني من تفشي الجريمة والسطو والحرابة ونقص في السيولة والمحروقات والسلع التموينية. كذلك أصبحت اليوم مدينتنا تعاني من خطر انتشار الأوبئة لانهيار البنية التحتية التي جعلت المدينة تغرق بمياه الصرف الصحي التي عمت شوارع وأحياء المدينة، بل ولم تسلم منها حتى المدارس والمؤسسات ومنازل المواسطين البسطاء بالمدينة. فمجلسنا البلدي وللأسف الشديد لم يكن يوما أداة لخدمة المواطن، بل كان أداة لخدمة المصالح الشخصية فقط. فمن هنا نطالب بالآتي: نطالب بإسقاط المجلس البلدي سبها، كما نطالب المفوضية للانتخابات لإسراع في إجراء انتخابات المجلس البلدي وفق قانون الانتخابات البلدية. نطالب حكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة يتعامل معها المجلس البلدي بعدم التعامل مع مجلس ومع رئيس وأعضاء مجلس هذا المجلس المنتهي الصلاحية من تاريخ هذا البيان. نطالب سيد وزير حكم المحلي بحكومة الوفاق بإصدار قرار إيقاف عمل هذا المجلس. يعتبر اعتصابنا مفتوح إلى حين تلبية مطالبنا، وفي حالة عدم تلبيته سنتجه لتصعيد الموقف. كما نعلن من هنا استمرار عمل هذا الحراك الذي سيشمل بإذن الله كافة المؤسسات الخدمية والحكومية التي يقطنها الفساد ويعاني المواطن من تردي خدماتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.